الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور مبروك؟ الله يسترك ربنا يديك الصحه ويزيك علم يا رب. جميعا يا رب. حارس اسال حضرتك سؤال باختصار عشان وقت البرنامج. اتفضلي يا فندم. اذا اتفق الزوجين اللي هم على خلاف شديد طول عمرهم يعني، وحاولوا على التغلب على الخلاف بدون فايده، اتفقوا على بقاء كل واحد فيهم في شقه منفصله بدون طلاق، هل ده يجوز شرعا؟ هو يجوز شرعا لو احنا مش عارفين حاجة في الشريعة نهائي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، مش لتسكنوا في شقة تانية. يعني احنا ضد الشريعة في كل حاجة، حتى في العملية الزوجية. يعني انفصال من غير طلاق دي ظاهرة لم تكن موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن موجودة أيام الصحابة ولا التابعين حتى. هي من اختراعنا، احنا بنخترع حاجات تودينا النار. وبعدين ايه المشكلة اللي ملهاش حل؟ ايه المشكلة اللي ملهاش حل؟ تكونوش يا ولاد مفكرين الدنيا عشان تبقى دنيا جميلة، تبقى دنيا من غير مشاكل، تبقوا موهومين. لان دنيا من غير مشاكل ما تبقاش دنيا. لا، لازم يكون في مشكلة. العجلة واحنا جايين بتاع العربية بنشرط، طاقت في الطريق، ربنا ستر وجينا بالسلامة ولحقنا الهوا. لكن وانت ماشي العجلة اترقع، وانت ماشي العجلة اتفرقع، وانت ماشي العربية لا قدر الله تقع، وانت سليم تصبح عيان، وانت عيان تصبح اشد تعبا، وربنا يشفيك ويعافيك. وحتى انا بقول لحبايبي والقريبين مني ان البني ادم يفضل يربي الاولاد ويتعب في تربيتهم وهم اطفال، ويذاكر معاهم ويذاكر عشانهم ويوديهم مش عارف ايه ويجيب لهم ويكسيهم، وبعد ما يتجوزوا مشاكلهم ما بتخلص، بيبدا مشاكل ولادهم. طب ما انت ربنا اديك الصحه وشفت احفادك، هيبقى خلصت مشكله الاب، هتبتدي في مشكله الحفيد اللي عايز لعبه، واللي عايز بتاع ده بيجروا عليه العيال، واللي عايز واللي عايز واللي عايز واللي عايز. دنيا من غير مشاكل ما تبقاش دنيا. عشان كده ربنا سمى الجنه دار السلام، لهم دار السلام عند ربهم لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. إنما إيه، أنا بقى لي كتاب مطبوع من 30 سنة اسمه الحياة مشكلات لذيذة. أنا أرجو أنكم تاخدوا بالكم من هذا العنوان وتدوروا على الكتاب ده وتقروه. يعني إيه مشكلات لذيذة؟ باختصار شديد جدا يعني مشكلات لها حل. شفت بقى كلمة مش في مشكلة لذيذة برضه؟ طبعاً الجوع، الجوع مشكلة، مشكلة عويصة، حلو تاكل. كلت شبعت حمدت ربنا راحت المشكلة، باقي مشكلة المية بقى. وجوع مشروع في رمضان، بعد رمضان تاكل وتشرب في أي وقت بالليل أو بالنهار، طول النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانت صايم في رمضان، ربنا يدينا اجرنا صومنا وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا كده. في جوع بقى مش مشروع، في جوع حرمان، فقر وبؤس والعياذ بالله، ربنا ما يكتبه علينا وما يكتبه على حد. الحياة مشكلات لذيذة، متى تكون الحياة مشكلات لذيذة؟ تكون الحياة مشكلات لذيذة إذا وجدنا حلها. ولسه قايلين الحديث من دقيقة: ما أنزل الله داء إلا أنزل معه الدواء. في الأمراض وفي غير الأمراض من المشكلات التي تواجه الإنسان، والصلح خير. نص ربع آية في سورة النساء، والصلح خير. ومعظم الكلام اللي بنتكلمه ده ملوش لازمة. ربنا في سورة النساء أيضا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها إن يريد إصلاحا
يوفق الله بينهما. ايه مشكلات اللي ملهاش حل بين الزوجين؟ مطلوب من الراجل يشقى ويتعب، ومطلوب من الست تسمع وتطيع في المعروف، وحسن العشرة اساس في الحياة الزوجية. مش عارفين تعاشروا بعض بالمعروف واستيأست السبل، يبقى الفرق.